الكوافير اللي في مصر في الهرم وفي الجيزة والمنيب وفيصل في كل حتة نستقبل العريس والعروسة وهم خارجين من الكوافير. لو انتوا عارفين لغاية دلوقتي في الكلام ده يعني الناس اللي هم من المناطق الشعبية هم عارفين الكلام ده. بيبقى في 4-5 طبالين كده بيبقوا مستقبلين العريس والعروسة وهم خارجين من الكوافير علشان يدوم اي حاجة. كنت بشتغل الشغلانة دي ورغم كده كنت لعيب كورة، كنت بشتغل وبصرف على نفسي عشان خاطر اروح اتمرن في النادي، ولعبت في احسن اندية في مصر. دلوقتي الكورة بالفلوس، اللي عايز يتقيد في نادي، اللي عنده ابن وعايز يلعبه في نادي لازم يدفع له فلوس ويدفع له ملايين. برضو دي حاجة لازم تتقال بالنسبة للكورة. مدربين كتير جدا بسبب عندنا لعيبة في مصر في الدوري الممتاز به ودوري الدرجة الثالثة ودوري الدرجة الرابعة اجمد من اللعيبة بتاعت الدوري الممتاز. بس ليه؟ عشان اللعيبة دي غلابة. اللعيبة دي عشان غلابة ما معهمش فلوس. انما اللعيب اللي يتقيد عايز 300 و400 الف جنيه. لعيب غلبان زي دوت هيجيبهم منين؟ لعيب غلبان زي ده بدل ما نقول اللعيب ده عنده موهبة وممكن البلد وبعد كده يلعب لمنتخب مصر، واللعيب ده ممكن يجيب لنا بطولة زي النجم الكبير برضو محمد بركات ومحمد ابو تريكة والكابتن وائل جمعة والجيل دوت واحمد فتحي وحسن عبد ربه. الجيل ده مش هيجي زيه. احنا ليه بقى ما نبصش للعيبة الدوري الممتاز بيه والدرجة الثالثة والرابعة؟ ليه؟ دلوقتي اللعيب في مصر لو انت مارادونا ابوه يخش على المدرب، برضو مش كل المدربين، في ناس محترمة، في مدربين محترمين، بس في مدربين مش محترمين وفي اداريين مش محترمين. انا عن نفسي عملت ده مع ابن اختي، بس انا مش هطلع اتكلم، مش هقول النادي ايه والفرقة اسمها ايه والمدرب اسمه ايه، مش هطلع اتكلم عشان ما تعودتش ان انا افضح حد، عشان اللي بيفضح حد ربنا بيفضح. لازم نبص الاندية الكبيرة، بدل ما تجيبوا لعيبة ب 45 مليون و 50 مليون، لعيب زي اللي انتوا تشوفوه في الدوري الدرجة الثالثة ده لو اديتوله مليون جنيه هيزقطت. اقسم بالله في لعيبة في الدوري الدرجة الثالثة والرابعة اقسم بالله اجمد من لعيبة في الدوري الممتاز ولعيبة بتلعب منتخب مصر. ده في لعيبة بتلعب منتخب مصر بدون ذكر اسماء رقابة بتخبط في بعض. انت عارف يعني ايه لابس تيشيرت المنتخب؟ انت عارف يعني ايه ان انت حد مصري؟ انت عارف يعني ايه لابس تيشيرت المنتخب؟ يعني تشيل الجبل وتشيل الصخر وتجري بيهم. ابص نتفرج على الماتشات نلاقي اللعيبة بتخبط في بعض ورقابة بتخبط في بعض. لازم يا جماعة لازم ندي فرصة للناس اللي في الدوري الممتاز به والأندية الكبيرة، الأهلي والزمالك والإسماعيلي وبيراميدز. الأندية الكبيرة دي إنبي، يعني الناس دي لازم تبص على اللعيبة دي. قسما بالله أنا يوميا بخش أتفرج على الدوري الممتاز به والدرجة الثالثة والدرجة الرابعة. اقسم بالله في لعيبة تستحق تلبس التيشيرت بتاع منتخب مصر، مش النادي بس، الاهلي ولا الاسماعيلي ولا الزمالك يستحقوا يلبسوا التيشيرت بتاع منتخب مصر بدل اللعيبة اللي انتوا عمالين تجيبوها ديت 60 مليون و70 مليون واللعيب بيقع على وشه. نفتح سكة اللعيبة بتاعت الدرجة الممتاز به والدرجة الثالثة والرابعة اهلهم ناس غلابة.
قال لهم ناس غلابه نفسهم اولادهم يشوفوهم بيلعبوا في حته دوري ممتاز، نفسهم اولادهم لما لعيب بيبقى بيلعب درجه اولى في حته دوري ممتاز به، ولاقيه بيركب مواصلات لما لعيب بيلعب درجه اولى، ها ما لعيب بيلعب درجه اولى في دوري ممتاز به ولاقيه بيركب مواصلات. ايه ده؟ اه تعال تعال عدي عدي تعال. يعني ايه ده يا جماعه؟ يعني انا عايز افهم. انا بيتهيالي ما شفتش يعني ما شفتش في الخليج كده. انا مش هقول لكم بقى في اوروبا ولا الكلام ده، لا انا ما شفتش في الخليج كده، ما شفتش الكلام ده. لسه كنت قاعد مع لعيبه. اللعيبه دي فيهم واحد بيلعب في انجلترا، ها، وفيهم لعيب بيلعب في الامارات، بيلعب درجه ثالثه، بيلعب درجه رابعه، بيلعب درجه رابعه يا جماعه. بساله انت الدنيا عندكم فيها ايه؟ الدنيا عندكم عامله ايه؟ قال لي الحمد لله وموفر لنا كل حاجه، وباخد في الشهر 5000 و4000 درهم، 5000 و4000 درهم في الشهر غير مكافاه الفوز وبدل الاجاده والانتقال وبدل الانتقال. انتوا عارفين 5000 درهم بكام يا جماعه؟ 5000 درهم عاملين حوالي 60,000 أو 70,000 جنيه مصري، 60,000 أو 70,000 جنيه مصري. فانتوا تجيبوا اللعيبه دي تجيبوها ليه؟ تلعب بره ليه؟ اللعيبه دي من حقنا، اي لعيب مصري اللعيبه دي من حقنا، احنا هنا ننتج فيهم هنا علشان المنتخب. كل ده بيصب على مين؟ بيصب على منتخب مصر. احنا عايزين المنتخب يبقى اجمد منتخب في العالم عشان دي بلدنا. احنا محتاجين ليه اللعيبه ديت؟ يقول لك انا معيش فلوس قد المدرب، معيش فلوس قد المدرب. لا اله الا الله محمد رسول الله. نتقي الله شويه يا جماعه ونبص على اللعيبه دي. اللعيبه دي مستنيين فرصه، وانت بالنسبه لهم الفرصه، وانت يعني تعطي القدر اللي هتتفتح له. ان يوم ما تجيب لعيب وتدي له 500,000 جنيه ولا 1,000,000 جنيه في الدوري الممتاز يا عم، اللعيب هياكل لك النجيله، اللعيب هياكل لك النجيله، وصغير في السن. بدل ما بتروحوا تجيبوا لعيبه مخلصه وبتديهم 30 و40، ما ده ظلم، ده ظلم، ده افترا. كل واحد يا جماعه يخليه يعني كل واحد بقى، بتكلم بقى بالنسبه لشغلي، كل واحد يخليه في حاله وسيبوا الملك للمالك كده. والله العظيم لو كل الناس بقت في حالها ومحدش بقى بيتكلم على حد، والله العظيم احنا هنبقى زي الفل. بس انا بقول يعني انسى يا شاكوش الكلام ده، انسى ان حد يبقى في حاله، انسى. تيجي تقول له يا عم خليك في حالك يقول لك لا ازاي، انا في حالك وفي حالي. يا عم خليك في حالك، لا انا في حالك وفي حالي. حبايب قلب متشكرين. كل اللي بيظلم حد ربنا مش بعيد، ربنا ما بيخفلش، ما بينامش، ده ما بينامش. اللي بيظلم حد واللي بيأذي حد ده ما بينامش، مش زينا ده. احنا بننام وبناخد راحتنا، وهنام ساعتين وهنام 10 ساعات وهنام 12 ساعة، وده ما بيخفلش ولا بينام. وشايف كل ظالم،
وانا بقول اهو في الشهر المفترق ده في الصيام، ربنا ينتقم من كل ظالم، من كل ظلم حد ربنا ينتقم منه، وربنا مش بعيد، اللي ليه حق بياخده بس بالهداوة، كل حاجة بالهداوة، ربنا بيجيب لك حقك بالهداوة، وواحدة واحدة كل مدى النتيجة بتظهر. الناس لما تخش تكتب كومنت يبقوا متأكدين، انت متأكدة ان انت كاتبة الكومنت ده؟ متأكدة منه؟ ما هو انت لا هيحصل فيكي او في عيالك او في اخواتك او في امك طالما انت بتكتبي كومنت الله يا حرام ده هو شكله مش مظلوم، ده هو شكله ظالم، ده هي شكلها ظلمة، ده هو شكله ظالم، اتأكدي يا ماما اتأكدي. والكلام ده برضو لكل البنات، سيبنا بقى من الشباب دلوقتي، الكلام ده لكل البنات ولكل الستات. يعني احنا عارفين هنا، احنا عارفين ان في مصر القانون مع المرأة، يعني الراجل ده لو اتشقلب على دماغه، القانون مع المرأة. بس مش معنى كده ان احنا يعني ندوس على الراجل، ان احنا نهرس الراجل، نعرف الحقيقة فين، نعرف الحقيقة فين، علشان لساننا ده وايدينا دي اللي بتكتب دول هيشهدوا علينا يوم القيامة. تعالى انت كتبت على فلان وفلانة الكلام ده، انت قلت على فلان وفلانة الكلام ده انت متأكد منه؟ لا يا ربي انا ما كنتش متأكد بس انا كنت حاسس. انت هتقول لي ربنا انا كنت حاسس؟ اتأكدت من المعلومة؟ ها؟ خش واكتب، اذا كان الاعلام، اذا كان الصحافة، اذا كان اي حد، لان خلي بالكم يا جماعة، خلي بالكم، محدش بيحس بالكلام ده غير المظلوم وغير المظلومة، علشان برضو ما تقولوش ان احنا بنتكلم على الشباب بس، في ستات كتير مظلومة وفي شباب كتير مظلومة، بس نعرف الحق فين، نعرف الحق فين. واظني الحق بيبان، كل واحد مظلوم الحق بيبان. كل واحد مظلوم حقه بيجي، ربنا قلت لكم ما بيغفلش ولا بينام. اسلموا لي على ده. والناس طالعه عماله تتكلم وتقول لك النمر اهي، النمر يا جماعه اهي النمر اهي، دي النمر اللي احنا كنا بنصور بيه، دي النمر اللي احنا كنا بنصور بيه اهي، حلو كده. يا ريت بقى اللي كاتب اي حاجه كده عنده يخش كده يمسحها، وانا برضه اخش اشوف اتمسحت ولا لا، اللي كاتب اي حاجه عنده ولا اللي كاتب حاجه عندها تخش تمسحها. يلا علشان ايه احنا كده حلوين قوي. انتظروا ان شاء الله اغنية انا في البلد عظمة. انا في البلد عظمة يعني ايه يا جماعة؟ انا في البلد ليا وضعي، علشان لو في حد مش فاهم الكلام. بتقولي يا هشام؟ ابعت لي كده هشام بحيري تاني. يا جماعة الاغنية بتقول انا في البلد عظمة، يعني انا شمالي
بس يا جماعة يعني يا عم بحيري يا عم والنبي سيب سيب الملك للملك والرجعة فرقة. وبعدين يعني عايز اقول لكم على حاجة يعني انا يمكن قلت لكم تالت مرة دي او تاني مرة باجي مع رامز، صح؟ دي تاني مرة او تالت مرة باجي مع رامز. انا حسن شاكوش ورايح مع الراجل، والراجل طلبني علشان خاطر ايه؟ انا هسيبكم انتوا تردوا. علشان خاطر ايه؟ الاستاذ رامز جايبني ليه؟ علشان انا ايه؟ مش عشان انا راجل مغني، مش عشان انا راجل عامل ملايين المشاهدات، مش عشان انا راجل ليا اغاني في افلام، مش عشان انا راجل عندي محتوى، صح ولا لا؟ طب هو الاستاذ رامز بقى هيجيب حد ما عندوش محتوى ليه؟ وهو عارف وبرضو يا جماعة لازم اقول لكم يا جماعة برضو الشباب دي طلعت غلابة قوي، الشباب والله العظيم طلعوا غلابة جدا. البنات دلوقتي بقى يا جماعة البنات كلها عاوزة تتصيط، البنات كلها عاوزة تكلم حد مشهور، البنات كلها عاوزة تكلم حد مليونير، البنات كلها بتكلم ده وبتكلم ده وبتكلم ده عشان تتصيط على حسه. البنات كلها بتتخطب لده وبتتجوز ده عشان خاطر يتصيطوا على حسه. نقول للبنات اهدوا شوية واحترموا نفسيكوا، لو عندكم اخوات او عندكم ام او عندكم اب، عندكم ام وعندكم اب، نحترم نفسينا ونقدر الناس دي. يبقى اخويا ماشي، يبقى انا مثلا لو انا عندي اخت، يبقى انا عندي اخت ولاقي واحد ماشي في الشارع يقول لي يا دي اللي اختك بتعمل وبتسوي على التيك توك، انا اطلع اجيب رقبتها على طول. بس الحمد لله ما عنديش اخوات بنات. في بنات محترمين، في ولاد ناس قاعدين في بيوتهم متعلمين وبيدرسوا، في ناس متعلمة، في بنات محترمة قاعدين في بيوتهم معززين مكرمين، عندها نخوة، عندها كرامة. في بنات ما عندهاش ولا نخوة ولا كرامة ولا تعمل أي حاجة، تعرض أي حاجة علشان تتشهر. وفي ناس في السوشيال ميديا والتلفزيون حاجة وفي الحقيقة حاجة تانية. أظن أنتوا شفتوا في التلفزيون حاجة وفي الحقيقة حاجة تانية.